الفريق أهم عنصر. يعرف المستثمرين الملائكيين المحترفين أن أهم عنصر في نجاح الشركة خاصة في بداياتها هم الفريق. وعشان تقدر تحلل الفريق لازم تنتبه لنقاط معينة. هل الفريق مكمل لبعضه؟ يعني في شخص متخصص في التكنولوجيا وشخص فاهم في البزنس، ولا كلهم نفس التخصص؟ الفريق عنده خبرات سابقة في نفس المجال، كل ما صار الفريق يفهم في المجال اللي يعمل فيه وعنده خبرات كل ما كانت نسبة نجاح الشركة أعلى. والعلاقة بين أفراد الفريق قديمة، يعني سبق واشتغلوا مع بعض قبل تأسيس شركتهم، لأن وجود تفاهم وتجانس بين شخصيات الفريق الواحد يضمن قدرتهم على تجاوز الاختلافات والمشاكل. تذكر أن الفريق من أهم عناصر في نجاح الشركة.